السلام عليكم الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بألف صحة. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد مع اختكم نعيمة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو التحضيرات ديال العيد. المهم نتوما بديتوا ولا مازال؟ كاين بطبيعة الحال الناس الحادقين راه بداو من قبل من شحال هذا. المهم حنايا الله طفات علينا الشمعة واخا صراحة باقي العيد واحد 8 ايام بحال ما هكاك، ولكن امتى غادي تحط الفيديو الله اعلم. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مسبقا ها كاين الاعجاب ديالكم وكل شيء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلويات اللي غادي نحضر، وغادي نشارك معكم طريقه التحضير، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وميم طون طريقه التحضير اقتصاديه. نبداو في الفيديو ونتوكلوا على الله. غادي نشارك معكم اول حاجه المكونات اللي غادي نحتاجو. المهم هنايا دايره غير الزبده العاديه، الزبده مارغرين بحال لابخيغين اللي عندنا حنايا. هنايا كاين 250 غرام، هنايا كاين 2 كيسان الا ربع ديال الزيت، وهنايا عندي كريم باتيسير كاس، وبالامكانكم تعوضوه بالنشا ولكن كريم باتيسير كيجي احسن. هنايا عندي 2 كيسان الا ربع ايضا من السكر، عندي 3 البيضات، عندي 3 المثلثات ديال الجبن اي ماركه بغيتو، ومن هنا استخدمت لافاش كيري 3. وهنايا عندي خميره الحلويات وعندي الفانيلا. بالنسبه لخميره الحلويات بنات غير 8 غرام، هنا عندي ديال 10 غرام غادي نقص منها. فوالا هادشي اللي غادي نحتاجو. المهم هنايا عندي القصعه ديالي ولكن صغيره، غادي نحاول ما امكن نخلطو في هادشي. الطحين غادي تحتاجوه من 800 ل 900 غرام على حسب النوعيه ديال الطحين وعلى حسب الحجم ديال البيض والزيت وداكشي كامل اللي ضفناه هنايا. المهم انا حاليا هنايا غادي نضيف 800 غرام ديال الطحين. صافي البنات غادي نبداو بها، هو نضيفو السكر لهنايا. المهم بالنسبه للقصعه بدلتها حيت ما غاديش نخدم فيها على راحتي. هنا غادي نضيفو زبده المارغرين، هنا غادي نضيفو 3 الجبن. صافي البنات هنايا غادي نضيف واحد الساشيه ديال خميرة الحلويات، نضيف الفانيلا ايضا حاول ما امكن ندمجو هادشي مع بعضياته باش المكونات تخلينا مع بعضياتها. 2 كيسان الى ربع بالغرامات 360 غرام، 360 ملي ديال الزيت العاديه. المهم دابا من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا غادي نخلطو ايضا، نضيفو الزيت ونخلطو. هنايا البنات ضفت 3 البيضات ديالي حتى هما نبداو نخلطو مزيان. كيف ما قلت لكم نتوما ما بغيتوش تخلطو بيديكم، بامكانكم تستعملو شي أداة تخلطو بها. خلطنا هادشي، غادي نزيدو كاس ديال كريم باتيسير، كاس ديال الملح، نبداو نزيدو في الدقيق. البنات وياكم تزيدوا الدقيق بزاف باش هكا ما تقصاش لكم العجينه، حيت كاين بعض التشكيلات اللي غادي نضيفوا ليهم مثلا الكوك عارفين بلي لاباط كينشفها. المهم نتوما تشوفوا معايا الشكيلات. المهم بالنسبه لهاد الكميه غادي نقسمها انايا على 4. المهم البنات بالنسبه للباط ديالنا فقطعتها هنايا على 4 القطعات، 3 القطعات خليتهم على جنب وغطيتهم بفيلم اليمونتير. هنايا القطعه اللي غادي نخدم بها انا في لاباط الاولى، غادي نضيف هنايا هاد القطع ديال الشوكولاته، هادو كيجيو زوينين. المهم بالنسبه للاضافات شنو غادي ديروا في لاباط كيبقى في الشوا ديالكم، اي نكهه بغيتو تحطوها حطوها. المهم انا النكهه الاولى فغادي نحط هنا كيف ما قلت لكم هاد الشعريه ديال الشوكولاته. المهم البنات بالنسبه للاباط ديالي الثانيه غادي نضيف هنايا النكهه ديال، هنا عندي نسكافيه مذوباها، الا كانت عندكم النكهه ديال القهوه فغادي يكون احسن. هنا عندي غير نسكافيه مذوباها كتعطي واحد الكو زوين. غادي نخلطها مع لاباط ديال الشوكولات. المهم هنا غادي نستعملها كنوتيلا، الا عندكم الشوكولات مور ايضا بامكانكم تستعملوه باش تجينا هاد لاباط بلوكو ديال القهوه والشوكولات، كتجي زوينه الصراحه. بالنسبه للاباط الثالثه غادي نحط لها هنايا البرتقال، نكهة البرتقال. بامكانكم تحطوا لها النكهة ديال الخوخ، النكهة ديال السيترون، المهم نتوما اي نكهة بغيتو كتجي صراحة زوينة. المهم انا هنا غادي نضيف واحد شوية ديال نكهة البرتقال كتجي زوينة بزاف. هذا شوية مشهد حاول ما يمكن نضيفو غير شوية. اخر باط عندنا غادي نضيفو هنايا الكوك. المهم ردوا بالكم الكوك راه حيت كينشف لاباط، ضيفو غير واحد شويه. انا غادي نضيف غير واحد شويه باش هكا يعطي واحد النكهه زوينه للصابلي ديالنا.
نبدا بش هاد الشعريه ديال الشكلاط هي اللي باش غادي نبدا دابا، وغادي نطبعها بهاد الطابع الشهداء جو بونس كيقولوا ليه، فوالا بهاد الطابع بحال ما هكا ديولي شكي زوين. نبداو ناخذ من واحد الكميه، ما شاء الله العجين كتجي رطيبه وزوينه الشكل اللي بغينا نطلعو. فوالا ما شاء الله زوين. المهم بالنسبه لهنايا للطاوه ديالكم بامكانكم البنات تحطوا هاد بابي كويسون، بامكانكم تحطوا بامكانكم لا، حيت الحلوه ديالنا ما غاديش تلصق لينا حيت ضفنا فيها الزبده وضفنا فيها الزيت. فوالا هادشي كنستمروا دابا بنفس الطريقه. صافي البنات، من بعد ما طبعت الشكل ديالي الاول كيف ما ديجا وريت لكم قبل، هانتوما دابا غادي نبدا في الشكل الثاني. درت فيها النكهه ديال البرتقال، كتجي الصراحه حاتي ريحتها كتجنن البنات، غزاله. المهم هنايا بياض البيض اللي ديجا طربناه مزيان، ضروري نطربوه. وهنايا عندي اللوزي فيلي، فوالا كيعطي واحد المذاق زوين الحلوه ديالنا. المهم دابا الشكل اللي غادي ندير ليه هكا دويرات، المهم غادي نديرو هكا دويرات سامبل، وغادي نحطوهم في هذا البياض البيض ونشكلو هكا تقيبه من الوسط. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. المهم البنات، من بعد ما تحطوهم في البيض وتحطوهم في اللوزي فيلي، من احسن لكم تشكلوا ديك التقيبه قبل ما ينشف البيض، حيت فوق ينشف البيض كتولي تشقق لكم العجين. بالنسبه للمبتدئات البلاطو شحال فيه، شوفوا ما شاء الله كامل جاو زوينين. وغادي ندوز دابا لاباط الثالثه. هنايا درت جوج سلوفان، واحد من تحت واحد من الفوق، دير البلاستيكه من تحت من الفوق، ما كيختلف حتى شي حاجه. وغادي نحلوه بالرولو طبعا هكا باش نديرو به الشكل ديالنا. الطابع مدور ما لقيتوش الصراحه، قلبت عليه شحال وما لقيتوش، فهنا غادي نطبع غير بالكاس، نطبعو به العجينه ديالنا بهذه الطريقه. خصنا ايضا طابع اصغر باش نثقبو به الوسط، كذلك الشكل الثاني. ها انتم الحلويات اللي وجدت، ها انتم هنايا هذا الشكل ديجا شاكس معكم، وهذا الشكل ديال درنا دابا، وهذا الشكل اللي دخلنا الفران اول ما درناه ديال الشعريه ديال الشوكولات. صراحه زوين، عرفتي ريحته كتجنن. المهم بنات، غير كنصيحه خليو منين بغاو يطيبوا الحلوه خليو يطيب على خاطرها، ما ديروش فوق 180 درجه، 160 180 تحت وفوق، خليوها تطيب من تحت لفوق على راحتها، ما تجهدوش عليها. البنات هذه لاباط ديال الكوك، حتى هي ما شاء الله طلعت زوينه، فغادي نشكلوها غير كويرات دائريه البنات، ما غاديش نديروا لها شي شكل واحد اخر، غندير غير دويرات هكا دائريه. نوريكم كيفاش غندير لها ونورك عليها شويه بيديه بحال ما هكا، صافي بحال ما هكا، ونحطوها في الطاوه ديال الفران. المهم كيف ما قلت لكم غادي نتسنى، غادي نديرهم كويرات وغادي نحطهم هكا جنب على قال يكونوا مجهزين بما طابت لينا الحلوه ديالنا كلشي، باش نحطها في الطاوه وحتى هي تدخل الفران داك الساعه. هذا جهدي عليكم، هذا جهدي على العيد، ما شاء الله طلعنا اربع تشكيلات ديال الحلويات، وبعدا هذه الاولى ديال هاد ديال الفيرميسي ديال الشوكولات طلعت صراحه زوينه، الشكل ديالها زوين، مازال ان شاء الله غادي نديكوريها وكلشي. الثانيه حتى هي كلشي كيطيب، ايوا صافي هذا مكان. المهم اونين طوسيت الميناس وكلشي البنات. هنايا دوبت الشوكولات ديالي من بعد ما طاب ليا كاع الحلويات، هنايا دوبت الشوكولات الكحل ودوبت هنايا الشوكولات البيض. بالنسبه للشكل الثاني فغادي نشكلها هكا بالشوكولاط ابيض، ها انتما الشوكولاط ابيض بامكان تضيفوا ليه ياغورت ايضا كيجي زوين. وهنايا عندي كونفليكس اللي المذاق ديالو نوتر، ما فيهش مذاق نهائيا، طحنته بحال هكا، طحنته خفيف، ما طحنوش البنات بزاف تيولي غبره، هكا احسن.
شوفوا ما شاء الله منين درنا الكونفليكس مع الشوكولات الحلوه ديالنا طلعت غزاله الناس ما لوقو بلا ما نقول لكم كتجي زوينه وشكل اللي جديد شكل اللي مختلف على الشكلات اللي كنشوفوا ديما. فوالا دابا غادي ندوزو الشكل الثالث ان شاء الله. المهم البنات دابا غادي ندوزو الشكل ديالنا اللي هو هذا اللي درناه ديجا بلوغو ديال نسكافيه والشوكولات، صراحه هو كيطلع زوين ولذيذ. غادي ها كنديكوريه بالشوكولات كحل. فوالا بامكانكم ديروا الشوكولات بيض بالنسبه للناس المحبين الشوكولا. شوف اخوتي يدين حداقه. المهم هنايا عندي لوزي فيلي وعندي هنايا هاد الفواكه المجففه. فوالا حتى هما غادي نحطهم هكا فوق منا. المهم بالنسبه للشوكولات بامكانكم تزيدوا اللوز هاشي. المهم انا بالنسبه للوز هاشي ما عنديش صراحه، ما بغيتش نضيف له شي اضافه واحده اخرى حيت غادي ندير لوزي فيلي وغادي ندير الفواكه المجففه. فيمكنكم ديروا قرقع هكا طحنوا شويه يبقى فيها هكا حبيبات، بامكانكم ديروا اللوز، المهم اي حاجه بغيتوا. نشوفوا هكا ونحطوها في بلاصه بهذه الطريقه. المهم البنات من بعد ما شكلت الحلويات ديالي فهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا، تبارك الله غزالين كيشوفوا. نخافوا غير نقاديوهم قبل ما يوصل للعيد. فوالا دابا غادي ندوزو لاخر شكل اللي هو الشكل الرابع. غادي نحتاجو هنا جوج معالق كبار ديال المربى وغادي نزيدو عليه واحد جوج معالق ديال السكر هكا باش يعقد لينا مزيان حتى يغلى مزيان. بعد ان شاء الله نشارككم الطريقه. المهم البنات حيدنا الكونفيتور ديالنا هكا من فوق البوطه. اون فوا تحيدو من فوق البوطه ديريكتومون البنات حطوه على الحلوه ديالكم حيت الا مشى تنشف غادي يعقد وغادي يجيكم صعيب. المهم حيت حنايا طبعا ما دخلناش الكونفيتور مع الحلوه انها طيب مع بعضياتها، فالا حطينا ديريكتومون الكونفيتور وبغينا هكا نستفوا الحلوه ديالنا داك الكونفيتور غادي يسيل لينا. فهاد الطريقه كتخلي الكونفيتور يبقى هكا ثابت في بلاصتو ومن بعد كيجي صراحه رطيب في الماكله. نتمنىكم انكم تجربوا الوصفه حيت فريمون وصفه لي سهله وصفه لي براتيك واقتصاديه وكتطلع كميه لي كبيره بزاف البنات. ماشي غير هاد الكميه اللي طلعتيها تبارك الله بحال هاد لي صافه هنايا راه شي ثلاثه البلاطوات يطلعوا ليا ولا اربعه تبارك الله ما شاء الله، يعني كميه العائله اللي تكون كبيره وما شاء الله المذاق هائل ورائع. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وايضا تجربوها. البنات ما شاء الله الحلوه ديالنا طلعت كتهبل، طلعت ما شاء الله اللوغو ديالها غزال وشكيل انيق بزاف العيد. قلنا ايضا ضروري خصنا نفرحوا كيف ما كنفرحوا برمضان بالاعياد كاملين، ضروري حتى هو العيد الصغير نفرحوا به. وجدنا ليه داكشي سبيسيال بيديداتنا، قلنا ما نجيبو حتى شي حاجه من برا. ايوا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفاف على قلوبكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ايوا بالنسبه للبنات اللي باقي ما نوضوش للعيد يلا نوضوا وجدوا ليه وفرحوا به حتى هو وتكساو ليه مع راساتكم. نتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف على قلوبكم. خليتكم على خير حتى البلوك الجاي ان شاء الله ونتلاقاو.